بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نطبق إن شاء الله تعالى صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. 凭博慈恒慈的安拉之尊名，现在我们学习如何正确的按照顺奶的方式去礼拜。الأصل أن المسلم يتطهر في بيته يعني يتوضأ ويخرج جاهز للصلاة. 在礼做一个穆斯林在礼拜之前应该做好礼拜的准备，就是做好大小净。يمشي إلى المسجد أو يركب.来清真寺可以 走路来清真寺，或者来骑乘着啊。现在就是乘车或者骑车来清真寺。يخرج إلى المسجد في سكينة ووقار. سكينة يعني في الحركات يعني لا يأتي المسجد وهو يجري وهرول أو يكون مشمر مثلا. نعم. 要庄重的来清真寺，不要跑着，或者是那个衣冠不整着来清真寺。أو يرفع الصوت بالكلام مثلا.或者是大嚷大叫熙熙攘攘的来清真寺 أو يكثر مثلا من الالتفات حركات 或者是左顾右盼的来清真寺总之要庄重 إذا وصل إلى المسجد يقدم الرجل اليمنى عند الدخول 在进清真寺的时候要右脚先进清真寺 يقول الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم 这是关于使者教导我们的圣行يأتي بشروط الصلاة على ما تقدم معنا كاملة قبل أن يصلي. 而且在礼拜之前要知道礼拜的那些条件。前面的课程我们已经学。يستقبل القبلة. 朝向卡尔拜。نعم. قلنا أن النية محل القلب والتلفظ بها بدعة. 举意要在心中举意，而不是发声，用嘴说出来举意。يرفع يديه بالتكبير مضمومة الأصابع حذو الأذنين أو حذو المنكبين ويجعل باطن الكفين جهة القبلة. 抬两手入拜念 تكبير 也就念阿拉克巴尔，手到达两耳，手心朝前，手指并住啊。نعم بعض الناس هكذا يفرج بين أصابع هذا خطأ. 有些人抬手的时候。把手指张开那是不正确的。أو يمس شحمة الأذنين خطأ. 或者是用大拇指来接触耳垂那也不是圣行。مع رفع يدين يقول الله أكبر. 在抬两手的时候念 تكبير الله أكبر. ثم يضع الباطن على الظاهر والرزق والساعد على صدره. 然后把右手的手心放在左手臂的上面，然后把两手都放在胸前。يعني يضع الباطن هنا على الظهر هكذا على صدره. 右手放在左手臂上面，放在胸前。أو يقبض قبض هكذا. 或者把右手抓住左手臂放在胸前。أما الأخطاء في وضع اليدين منهم من يضع هكذا وهذا خطأ. 有些人把لا يقبض أصلا.有些人把两手放垂下那是不正确的。أو بعضهم يقبض على قلبه خطأ. 有些人把两手放在心脏的位置那也是不正确的。أو يقبض هنا على نحره خطأ. 有些人把两手放到脖颈的位置。أو يضع يده على خاصرته مثلا. 更严重的有人插着两腰礼拜。لا الصحيح قلنا يضع على صدره. 正确的是把右手放在左手上放到胸前 النظر في الصلاة دائما يكون إلى موضع السجود 两眼要看向叩头的位置 نعم يقول الآن دعاء الاستفتاح 然后念开拜词 وهو سنة 念开拜词是礼拜的一项سنة圣行 وهو أن يقول 就是念سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك هذا الدعاء أو أي دعاء آخر من أدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم 这是我们经常知道的赞颂阿拉清净的这个开拜词以及还有其他的开拜词无论念哪一个开拜词都是圣行 ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 然后念这个祈求念这个祈求安拉祈求安拉
是我们免遭恶魔的侵扰的读阿里。ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم. 然后念平博慈恒慈的安拉之名。ثم يقرأ الفاتحة كاملة. 然后念全部的开端章。وبعد أن ينتهي يقول آمين أي اللهم استجب. 然后念阿弥，也就是祈求安拉来成灵。ثم يستحب له أن يقرأ ما تيسر من القرآن آية فأكثر أو سورة. 然后念一节古兰经或一章古兰经或者几节古兰经啊都可以，这是一项可加的圣行。ثم يكبر كما كبر في تكبيرة حذو الأذنين أو المنكبين يقول الله أكبر. 然后再抬手念阿拉克巴尔，把两手抬到两耳的高度或者两肩的高度。ثم يركع. 然后鞠躬。يقبض على ركبتيه.两手抓住两膝 ويجعل الظهر على استقامة واحدة مع الرأس 然后要把头和后背一平头和后背一平نعم يمد اليدين لا يثنيهما 把手指把两手展开 ويجعل الظهر على استقامة واحدة مع الرأس 后背和头要一平 يقول مرة واحدة وجوبا سبحان ربي العظيم要念一遍第一遍要念一遍 Subhana Rabbi al-Azim 赞颂安拉清净伟大نعم نريد نذكر الأخطاء في الركوع 我们现在讲一些有些人在鞠躬时有一些错误的行为 يطعطع الرأس هكذا 比如把头垂下 أو يرفع هكذا 或者把头扬起来 أو يثني اليدين في ثني الظهر或者把两肘屈那、这个向外屈出或者把两手没有放到膝盖放到大腿上或者把两手放在膝盖以下在起身的时候鞠躬起身的时候念سمع الله لمن حمده يعني بين الركوع وبين الاعتدال مع رفع اليدين يقول سمع الله لمن حمده在鞠躬起来的时候，同时抬手念“三明阿拉胡里曼哈米达”。三明阿拉里曼哈米达。فإذا استقام هنا قال ربنا ولك الحمد。站起来以后念 “ربنا ولك الحمد”。نعم. واستحب له أن يزيد بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم。也可以再多念一些可加的圣行。ثم يكبر يقول الله أكبر ويسجد。然后念安拉之大阿拉克巴尔啊，叩头。نعم. يضع سبع أعضاء على الأرض. نعم. 要七块骨头着地. الجبهة والأنف. 脑门和鼻子尖属于。وباطن الكفين. 然后是两手要着地. والركبتين. 我两个膝盖要着地. وباطن أصابع الرجلين. 脚趾尖着地。نعم. يقول مرة واحدة وجوبا سبحان ربي الأعلى. 要念必须要念的是سبحان ربي الأعلى赞颂清净的安拉崇高。نعم. الآن نذكر أخطاء في السجود. 有一些叩头当中出现错误的情况。فرج الرجلين. فرج الرجلين. يضع هكذا.把两脚没有放好位置，两脚，或者把两脚抬起来，或者把两脚并上，这个一个脚放在另一脚上面。必须要像这样，脚尖压住，脚尖朝前，两脚并上这样的位置，如图。然后坐好。念阿拉库巴尔坐好。坐在左脚上把右脚要立起来。把两手放在两腿上。念阿拉比克弗里。念一遍是主命。也可以再念第二遍。نعم ثم بعد هذا يكبر ويسجد مرة أخرى 然后再念这个阿拉克巴尔
نعم يسجد كما سجد في قبل 然后叩头就像前面叩头一样念词也是一样念一遍是主命再念两遍第二遍第三遍是圣行ثم يقوم إلى الركعة الثانية 然后起身礼第二拜 يبسمل 念بسم الله الرحمن الرحيم يقرأ الفاتحة 然后念法提哈 يؤمن 然后像前面的拜يستحب له يقرأ ما تيسر من القرآن 就像念一些古兰经念一些古兰经 يكبر ويركع 然后念阿拉古巴尔然后鞠躬 ثم سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد 然后像第一拜一样念 سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم يسجد 然后再叩头 سبحان ربي الأعلى 念 سبحان ربي الأعلى 一遍是主命 ثم يكبر ويجلس 然后念 الله أكبر 坐好 ثم يكبر ويسجد 在第二叩头再念 الله أكبر 第二叩头ثم يكبر ويجلس للتشهد 然后念 الله أكبر 念坐正词也就是我们说的中坐نعم ويقول التحيات لله والصلوات والطيبات 就像我们这个大家都知道的 التحيات لله التشهد كاملا 这个要念全做证词 يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية 所谓念全做证词也就是要把这个祝福先知要念全 ويستعيذ بالله من أربع 要念要有四个求护词大家要念 من عذاب جهنم 要祈求安拉使我们脱离火狱的刑罚 وعذاب القبر 脱离坟坑的刑罚 ومن فتنة المحيا والممات 使我们脱离生与死的考验 وفتنة المسيح الدجال 使我们脱离骗子手弹架里的灾难ويدعو بما أحب والأولى يدعو بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. 然后可以做一些祈祷，最好的祈祷就是我们的使者صلى الله عليه وسلم教授我们的祈祷词。نعم. ثم يسلم السلام عليكم ورحمة الله برأس فقط. 然后向右头向右扭出 سلام. نعم. ثم التسليم الثاني عن يساري. 然后向左头向左扭出 سلام.بعض الناس يخطئ برفع الرأس وطأطاء الرأس. 有些错误的行为就是上下摆头，那是不允许的。أو ينحني بمنكبي أو كذا هذا خطأ. 或者身体左右扭也是不允许的。أو بالضرب أو بالحركة بالأيدي. 或者两个手拍大腿或者其他的一些动作都是不允许的。نعم. بعد الصلاة يأتي بالأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم يعقد بها التسبيح. 拜功之后，我们可以念一些那个ذكر 比如سبحان الله. نعم. الأذكار الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. والله أكبر 等等，使者教授我们的这个念词。إذا كانت الصلاة ثلاثية كالمغرب أو رباعية كالعشاء يقوم ويأتي بالثالثة أو الرابعة. 如果我们的拜功就像婚礼三拜或者是孝礼四拜的时候，在两拜之后要起身。再礼第三拜或第四三四两拜。الصلاة إذا كان فيها أكثر من تشهد يكون في التشهد الأخير يتورك。如果是三拜或四拜的时候，就像我们经常说的，有默坐。يقبض على ركبته اليسرى。在默坐的时候，我们左这个右手的手指这个要起止。ويخرج الرجل اليسرى من أسفل ساق اليمنى。要坐的时候要把这个左臀坐在地上左边的小腿要放在右边的小腿之下右边的脚趾立起来就像这个图像上展示的一样。Wallahu a'lam sallallahu alayhi wa sallam wa alayhi wa sallam. 安拉知之愿安拉赐福安于我们的先知和使者穆罕默德。يبقى معنا الوضوء والتيمم والاغتسال بقي شيء في الصلاة بقي ما عندنا نأخذ هنا نكمل الصلاة ولا نكمل الوضوء نكمل الصلاة جزاك الله خير